كلمة من عيسى عليه الصلاة والسلام قال أحبوا أعداءكم، يعني حتى حدوك أحب حب حب مو بس إحسان إله، أحبوا أعداءكم. وأكو فرد خبر جدا جميل أنه في إحدى حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أن الكفار نفذت أغذيتهم، غذاهم نفذ في حالة الحرب. النبي جمع من المسلمين غذاء وأرسل به إلى من؟ إلى من كانوا يحاربوها، كانوا يحاربون الرسول. قالوا يا رسول الله شنو هذا العمل؟ إحنا لازم نقتل هؤلاء. قال ما يخالف الحرب في مكانه، أما هؤلاء بشر وعندهم جوع وعطش فلنسعفهم بالطعام. هذه خطة من الرسول كانت حكيمة إلى أبعد الحدود، لأن الرسول لما أرسل إليهم الطعام كلهم تعجبوا من أخلاق رسول الله. نفس العمل صنعه علي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة في صفين. الماء كان بيد معاوية، قال لا تسقوا عليا وأصحابه قطرة. الإمام أمير المؤمنين أرسل الجيش أخذ الماء تسلم منهم. قال نادوا في عسكر معاوية، ألا من يريد الماء فليتفضل يشرب. قسم من أصحاب الإمام أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين شنو هذا؟ هذول الآن منعوكم من الماء والآن تتهم الماء؟ الإمام قال القاعدة الإسلامية هذا الذي أعمله. فصاح واحد من أصحاب الإمام في جيش معاوية ألا من يريد الماء يتفضل يشرب. الإمام شلون سيطر على الحياة إلى اليوم بهذه الأخلاق؟ وإلا كان معاوية مو إمام علي بن أبي طالب. نفس العمل عمله الإمام الحسين، هو أعطى أعداءه الماء في قصة الحر، ولما سيطر أعداؤه منعوه عن الماء. الإمام الحسين سيطر أو يزيد سيطر؟ الإمام الحسين سيطر. لماذا الإمام الحسين سيطر؟ إذا هذه الأخلاق الإمام الحسين سيطر. ولا إثنان تحاربا، هذا قتل هذا قتل، هذا قاتل هذا مقتول، انتهى كل شيء، 100,000 قتل ومقتول يصير في العالم.